انضم معنا مراسل الإخبارية عبد الله القرني من مركز اللقاحات في الرياض. أهلا بك عبد الله، مساء الخير. إذن كيف يجري العمل والترتيب في هذا المركز لاستقبال هذه الفئة العمرية؟ أهلا بك أحمد وأهلا بمشاهدي قناة الإخبارية من هنا من مركز اللقاحات في حي القيروان. هذا المركز خصص قسم خاص باستقبال الأطفال. الوزارة وزارة الصحة أيضا راعت أيضا مشاعر الأطفال، ومن حيث التجهيزات التي موجودة هنا أيضا لمحاولة أيضا جلب الأطفال بطريقة حتى تكون مناسبة للأطفال، تبعد التخوف والرهبة. مثل ما تنظرون مثل هذا القسم، لو ننتقل زميلي المصور إلى هذا القسم، هذا نموذج جناح خاص هنا للأطفال، لاستقبال الأطفال بألوان مختلفة. هنا يستقبلون الأطفال في هذه العيادات. أيضا هناك زميلي أحمد في هذه العيادات، إذا وجد طفل يعني مثلا استشعر الفريق الطبي أو الموجودون هنا بأن هناك بعض الأطفال خائفون أو هناك ذعر من حالة أخذ جرعة اللقاح، هناك أيضا تجهيزات أخرى مقابلة، هناك غرف مخصصة بألعاب بأشياء مختلفة لتقديم اللقاح للأطفال. كما تشاهدون بدأ توافد الأطفال، نحن دخلنا في هذه العيادة قد تكون قليل الإقبال عليها لكي نري المشاهد التصور للتجهيزات. لعلي أرى هنا الطفل خرج من إحدى العيادات. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، حياك الله. الله حيك. كيف حالك؟ عساك طيب؟ طيب الحمد لله. كيف كانت الجرعة؟ كويسة. أول كنت خايف قبل ما تجي؟ لا. طيب كيف كنت شفت هنا في مركز اللقاحات استقبالكم وفي العيادات، كيف شفت الموضوع؟ يعني كيف كان استقبالهم لكم؟ ممكن استقبال الموجودين عندك كويسه جيد؟ إيه جيد. طيب كيف كانت الجرعه؟ انصح فيها. كويسه انصح فيها. اي ما توجع. ما توجع؟ ما توجع. طيب بسألك سؤال، يوم الاحد القادم عوده الطلاب، انتم سنتين ما شاء الله تبارك الله غايبين عن المدارس، ايش شعورك يوم الاحد القادم؟ عشان اشوف المدرسين وادرس وان شاء الله نرجع. مبسوط بالعوده؟ ايه. وايش اكثر شيء مشتاق له في المدرسه خلال غيابك سنتين؟ عشان ماده الرياضيات والمدرسين. حلو. ايه. ايضا زملائك؟ اشتقت لزملائك؟ ايه اشتقتهم. طيب ان شاء الله مستعد يوم الاحد انك تذهب الى المدرسه؟ ايه مستعد. راح تخبر زملائك باخذ اللقاح؟ ايه. وفق الله يسعدك. ايضا سالتقي بوالد الطفل. اهلا وسهلا فيك. الله يسعدك. تعرف عليه؟ محمد بن حسن الخيت. يعني ما شاء الله يا محمد اليوم مبادرة انت، اليوم هنا اتيت بطفلك. يعني في غيرك كثير مترددين في بعض الاشياء. بالعكس ان حاولنا قدر الامكان، يوم جت الجرعه وجت امورها وهيئنا الولد لها ولله الحمد، وكان تهيئه قاعد يفكر ما بين اليد اليمين واليد اليسار، لكن الحمد لله عنده قبول ولله الحمد. كان في صعوبه في اقناع؟ ابدا لا، العكس ما كان اي صعوبه فيه عنده. يعني لديك اطفال اخرين يعني في هذا السن؟ اكبر منها يعني في ثاني ثانوي وخذت لقاحاتها كامله وهي منتظمه في المدرسه ولله الحمد. يعني هذه مبادرة جيدة منك وحرصك. كيف أيضا سأستغل هذه الفرصة كولي أمر، الطلاب يعني غياب فترة طويلة عن الدراسة، اليوم العودة من جديد إلى المدارس خلال سنتين، كيف أنت كولي أمر كيف تشوف الموضوع؟ لا العكس، إن حريصين على عودتهم صراحة، لأن يعني كان فيها غياب ما بينه وبين يعني كم اختلاف ما بين التعليم عن بعد والتعليم المستمر اللي بحضورية. الآن ما شاء الله أننا نتمنى أنه يرجع حضوريا، أول شيء للتحصيل أكثر ويرجع ويتواصل مع زملائه صراحة، خاصة أنه مهيئة كمجموعتين صراحة، يعني أنه العكس مبادرين في هالموضوع، وهذا اللي خلانا نجي اليوم. شكرا لك وشكرا أيضا لطفلك وإن شاء الله مزيد من الصحة والعافية. يرفع قدرك. شكرا لك. الله يبارك. هذا هو المشهد هنا أحمد في إحدى أقسام تقديم اللقاح في مركز تقديم اللقاح في حي القيروان، هذا القسم الذي خصص للأطفال. رأينا نموذج للطفل أتى إلى هنا، أيضا رأينا نموذج لولي أمر ساعد في هذا الطفل بإقناعه بأن يأتي إلى هذا المركز لأخذ اللقاح، فتمت العملية بكل يسر وسهولة. أشكرك على نقل هذه الصورة عبد الله القرني مراسل الأخبارية من الرياض ومن مركز اللقاحات المخصص للفئة العمرية.